نظمت مديرية الصحة بولاية ورقلة بمساهمة مؤسسة فيتونات 3D يوما تحسيسيا حول داء الملاريا، حيث ناقش عدة دكاترة مختصون في المجال أهم أسباب هذا الداء وكيفية انتقاله، وكذا الحلول المتخذة لمحاربة داء الملاريا. كان في تغطية موسى بن ساسي. كيفية محاربة المرض الملاريا وخاصة البعوضة، بعض الأنوفل، إذا فيه تقنيات فيها إجراءات يعني خاصة بالبعوضة هذه. Cette journée a été organisée par la wilaya et la DSP et en parallèle avec notre société. C'est une première journée. باستدعاء كل المعنيين بالأمر من البلدية، من لجان الوقاية للتوعية وللتنسيق فيما يخص هذا المكافحة المرض. شارك فيه جميع المختصين في مكافحة هذا الوباء، وإن شاء الله بفضل تكاثف الجهود والتنسيق مع كافة الهيئات راح يكون القضاء النهائي إن شاء الله على هذا الداء.